بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا لهذه الندوة هو الردة، ولا شك أن هذا الموضوع فيه من المواضيع قول الحارة في النقاشات قديما وحديثا، لأن الناس حقيقة ذهبوا فيه مذاهب كثيرة، وأغلب هذه المذاهب كان فيها تشدد عنيف أدى إلى صورة هلامية غير واضحة في المعالم عن هذا الأمر الردة. لذلك أرى من المنهج الأسلم والأصوب أن نرفع الآية ثم الرواية، يعني لا نرفع الروايات فوق الآيات، ونضع الآية كعنوان أولا يأتي تحت هذه الروايات، فنغربل ما لا يتوافق مع القرآن ونقول هذه الروايات نضعها على الجانب لأنها تصادم النص الصريح في القرآن الكريم. نبدأ في التمهيد اللغوي. نقول الردة في اللغة قالوا هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه الإنسان، الرجوع في الطريق. الآن هذا المعنى اللغوي قد لا يكون حقيقة يعني 100% مطابق للمعنى الإصطلاحي، لأن في الإصطلاح قالوا الردة هي العودة من الإيمان إلى الكفر. الآن هذا أيضا التعريف يحتاج إلى تفصيل. قد يترك الإنسان دين هو باطل إلى دين أيضا باطل، فلا يقال ترك الإيمان إلى الكفر، وإنما ترك ما عليه هو إلى شيء آخر. لكن ما يهمنا نحن في الجانب الإسلامي، المرتد هو من يترك التوحيد وينكر التوحيد ويذهب إلى طريق آخر، هذا يسمى مرتد. طبعا وضعوا قيود، قالوا المسلم العاقل، المسلم العاقل، رجوع المسلم العاقل عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه. هذا التعريف الموجود في كتب العلماء، رجوع المسلم العاقل باختياره من الإيمان إلى الكفر أو من الإسلام إلى أديان أخرى. لذلك موضوع الإكراه معروف، لا يخرج الإنسان من الملة، وتعلمون قصة عمار المشهورة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الردة ذكرها بطريقين مختلفين. الطريق الأول قال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل الآية تكلمت عن عقوبة دنيوية؟ أبدا. وهذا منسجم مع المنهج القرآني المبني على لا إكراه في الدين، والمبني على قل آمنوا أو لا تؤمنوا، والمبني على ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تكلم القرآن عن العقوبة الدنيوية بشكل مباشر. أيضا هناك آية بتقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. وهذا إخواني أنا دائما بقول إذا وضعنا اللغة جانبا سندخل في متاهات، ولا يجوز حقيقة في الفقه الإسلامي ولا في التشريع الإسلامي أن نضع اللغة جانبا. لو الله عز وجل أراد أن يقول اقتلوا كل من يغير رأيه في الإسلام لقال، الله لم يقل. التوفيق يكون بين نصوص القرآن والروايات الواردة في هذه المسألة، ومن خلال النظر إلى تطبيق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر عنه أنه قتل مرتدا غير محارب، هو أن الحكم الشرعي ينسحب على من يرتد عن الإسلام ويجاهر بالعداء للفكرة الإسلامية ويبدأ يجيش الجنود والأفكار ويحارب جهارا نهارا الإسلام والمسلمين وأفكار الإسلام والمسلمين، هذا الذي يستتاب ثم يقتل إن لم يرجع عن هذه الفتنة. أما من يترك الإسلام بينه وبين نفسه ولا يؤثر عنه أنه صد عن الإسلام أو حارب الفكرة أو شتم أهلها وما إلى ذلك، هذا بالعكس هذا يبقى دائما عنوان للدعوة،
والإصلاح والمجادلة وما إلى ذلك. في فرق إذن بين ردة سلمية، ردة سلمية واحد، والآن فكرة موجودة بكثرة يعني اليوم في المجتمعات العربية وغير العربية، هناك ردة بالمعنى الإصلاحي لكنها سلمية، بمعنى أنا يعني تصوراتي، وخاصة اللي كانوا منجرفين في التيارات اليسارية. إذن في فرق بين ردة سلمية فردية وبين ردة فيها حرابة وفيها تهديد وفيها صد وفيها تهييج، وهذا تماما ما حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا موضوع سنتكلم عنه بالتفصيل. كيف أجاز أبو بكر الصديق لنفسه أن يقاتل ويحارب أهل الردة؟ إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، آية آل عمران. وأيضا إن الدين عند الله الإسلام، هذا كلام يعني لم يتطرق الله سبحانه وتعالى إلى العقوبة الدنيوية، لكن في حديث مروي عن ابن عباس ويقال أنه مرفوع، يعني في أراء العلماء أنه مرفوع وأراء أنه ليس مرفوعا: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، ومن بدل دينه فاقتلوه. هذه الروايات موجودة، هذه الروايات لو وضعتها في مقياس الموازنة مع القرآن الكريم بده يصير عندنا مشكلة. الله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين، هل هذه الآية لا إكراه في الدين لغير المسلم ولا مطلقة؟ يعني الآية مطلقة، لا إكراه في الدين يعني لا أكره أي إنسان أن يدخل الدين أو أن حتى يطبق مبادئ الدين بالإكراه. إنه أنا ربيت ابني وعلمته وكان في قدوة له صالحة في البيت، لكن ابن 15-16 بدوش يصلي، يعني خلص ولد ربنا مش هادي، ما يصلي، تارك للصلاة. أنا موقفي أمام الله سبحانه وتعالى، أديت واجبي وربيته وعلمته، اختار أن يكون بهذه الطريقة، هل أكرهه على الصلاة؟ أولا لو قلت نعم ما هي الأدوات؟ كيف؟ أليس كذلك؟ طيب لو قلت نعم وأملك الأداة، أفقدت أنا هذا الولد الإخلاص، صار سيصلي من أجلي لا من أجل الله، فأفقدته الإخلاص وعلمته أنا الكذب والرياء. لكن أنا ممكن ألجأ إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي، الله يهدي، وأبقى قريب إلى قلبه، قريب إلى عقله، قريب إلى حياته، حتى أكون معه ضد شيطانه وليس مع شيطانه ضده. هذا ما أرى أنا شخصيا، لأنه كلام النظري شيء، ولكن لما تطبق على أرض الواقع هناك كثير من النظريات تصبح حبر على ورق. رأيت كلام الإمام مالك في موضوع عدم التعجل في إصدار الأحكام على الناس بالردة والكفر، بيقول: من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد نحمل أمره على الإيمان. لماذا؟ لأنه موضوع إخراج الإنسان من الملة هذا موضوع خطير، وليس لأنه فقط يعني حكم على الإنسان، لأنه يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام، أحكام في هنتكلم عنها، أحكام في الأهلية، أحكام في السلطة، أحكام في الزواج، أحكام في الدفن، أحكام في المواريث، أحكام كثيرة، فضلا عن القضية اللي بسموها الاعتبارية، الصفة الاعتبارية اللي ممكن هو أيضا يقاضيك عليها أمام القضاء. وأيضا الجانب العقدي، إنه من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، لأنك إن كان هو مؤمنا وصفت إيمانه بالكفر فهذا كفر، وإن كان حقيقة هو كافر فقد وصف، وبالتالي القضية مخيفة جدا. وبالتالي إخواني نبتعد نحن الأفراد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عن الدخول في هذه المتاهات. الناس أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا لست حكما على الناس، وإنما كما نعلم المقولة نحن دعاة ولسنا قضاة. طيب ذكر العلماء نماذج من الأعمال والأقوال تؤدي إلى الكفر، يعني من فعل هذا يعد كافرا. فذكروا منها: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، كل من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة يعد ماذا؟ كافرا.
مثل ماذا؟ معلومة لدينا الضرورة. الصلاة، فرضية الصلاة، أن الصلاة فرض، هذا أن الله واحد، أن الله موجود، عالم الملائكة، اليوم الآخر، البعث، الحساب، أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، كلام الله، وأن هناك يوم آخر. وبالتالي هذه القضايا العقدية واضحة ومتفق على أن منكرها يعتبر مرتد أو خارج عن التوحيد. تفضل. طيب، أيضا قالوا استباحة المحرم، استباحة المحرم يعني أن يستحل المحرم المتفق على تحريمه. فمن يقول أن الخمر ليست بحرام، ومن يقول أن الربا ليس بحرام، الزنا ليس بحرام، يعني الخنزير ليس بحرام، يستبيح دماء الناس، هذا كله يدخل في إطار الردة. أيضا لم يفعلها، لا لا، حتى لو ما فعلها طبعا الاستباحة الاعتقاد. ايه طبعا هذا اخطر لسه من اللي بيشرب بيقول يا رب توب علي. طبعا اخطر، انه القضية السلوكية تؤدي الى اعتقاد، مسلكيات هاي خطيرة جدا. نعم، تحريم ما اجمع المسلمون على حله، عكس الامر، مثل الطيبات، كل الطيبات حلال، فيجي واحد يحرم طيبات على المسلمين، في ناس على فكرة بتشددوا، يعني بصيروا على نفسه بوسع وعلى الناس بضيق، في بعض الناس، فبتلاقي شديد على الآخرين وعلى حاله إيش بيوسع، هذه مصيبة. ذكر أيضا العلماء سب الأنبياء، أن يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يسب الأنبياء، هذا أيضا يعد ردة. أيضا سب الإسلام، الطعن في القرآن، الطعن في الحديث، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت، هذا واسع قضية الطعن. إيه السب، السب والشتم، هذا لا هو، هو الكلام، الطعن في القرآن فقط، في القرآن قال الطعن، يعني التشكيك في مصداقية القرآن. نعم. ادعاء فرد من الناس أن الوحي ينزل عليه يعد أيضا، لأنه هذا من ادعى أنه نبي خالف نص القرآن الصريح، وبالتالي هذه ردة. أيضا إهانة القرآن، إهانة المصحف، إهانة أسماء الله، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من الإهانة. نعم، يعني هو مؤمن بس واحد لا يتخذ مثلا، يعني لا يبجل ويعزل. لا، فرق بين لا يبجل وبين إهانة، الإهانة المادية، يعني واحد مسك المصحف أجلكم الله وبال عليه، هذا هذا المقصود، الإهانة المادية. أما واحد والله يعني مر أمام المصحف وما رفع، مش هذا المقصود. نعم. ويستثنى من هذه النقاط ما يجهله العوام، العوام تجهل أشياء كثيرة أيضا، ويستثنى الوسواس الذي يساور النفس، الوساوس النفس هذه، يعني لو الإنسان ساوره وسواس، في ملائكة ولا ما في ملائكة، هل في يوم قيامة، هذا الوسواس لا يؤاخذ عليه المسلم. لماذا؟ لأنه هذا تحدي بيننا وبين الشياطين وبين النفوس، فما دام لم يترتب عليه عمل وبقي وسواسا يتعود الإنسان، وهذا دليل الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا جاءكم هذا الوسواس هذا دليل الإيمان. نعم. طب السخرية مثلا من الرسل، نفس الشيء، السخرية ذكرها العلماء أنها من أبواب الردة. زي نعم. مثلا الكاريكاتيرات اللي طبعا 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 أخي، يعني لا مجاملة فيها. لذلك أنا حتى مرة في خطوان خطبي ذكرت قضية إحنا نقع فيها دون أن نقصد، في موضوع الذبيح، هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ فالخوف أثناء الكلام إسماعيل إسماعيل، أن يستهزئ الإنسان أو يقلل الإنسان من قيمة من؟ إسحاق، مع أن إسماعيل وإسحاق مالهم؟ أنبياء وإخوة، ونحن نقول لا نفرق بين أحد من رسله وأنبيائه طبعا. فخطيرة القضية، أنه مش والله لا إسماعيل يعني إسحاق، فبالتالي بأن أثناء الحديث يتحيز الإنسان، أنه والله أنا لا، أنا أقول هذا رسول وهذا رسول، والمعلوم عندي أنا والمعروف عندنا من الأدلة أنه إسماعيل الولد الأكبر لنبي الله إبراهيم. عقوبة المرتد في القرآن، قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن العقوبة هنا ذكرها الله عن الآخرة فقط، ولم يتكلم عن الدنيا. اللي بيرتد وبيموت كافر، بيرتد يعني يكفر، بعدين إيش؟ يموت كافر. هلأ ما قال يقتل، في فرق، ربنا ذكر أحيانا القتل والموت، ما نص على العقوبة مش معناته في عقوبة،
ولم ينص عليه. لا، وهكذا الآية تقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذه الردة تؤدي إلى إحباط العمل، أي عمل كل ما كان ما قبل الردة يزول بالردة وبالكفر. وآيات آل عمران كثيرة في هذا الجانب. كل العمل اللي عمله وهو مسلم نعم يذهب، انتهى، لأنه أنت الرصيد راح خلاص، انتهى، لأنك أنت كأنك بتقول cancellation. cancellation لا cancellation، لأنه انتهى. هو الردة معناته أنا كل اللي عملته هذا بيعتبر لاغي وباطل، صحيح، والشخص مش معترف فيه. نعم نعم، اللهم عافنا وعافانا. في الدنيا العقوبة في الدنيا، أنا الآن سأتكلم ما ذكره أهل الروايات ثم نعلق من خلال قصة سيدنا أبو بكر، لأن دليل ما فعل أبو بكر بده نقاش، بده حوار. قالوا: من ارتد يقتل، من ارتد محاربا يطبق عليه حكم القتل. ارتد مرتد محارب. إيش يعني مرتد محارب؟ يعني بدأ بحركة تجميعية، فكرية، عملية، ترويجية، دعائية أو حتى عسكرية ضد الإسلام وبيضة الإسلام، هذا يوقف عند حده. طيب، مرتد سلمي لم يجرح مشاعرك ولم يؤثر فيك، ليش أقتله أنا؟ هذا بالنسبة لي أنا شخصيا، هذا إنسان موضوع للدعوة، موضوع للإقناع، موضوع للنقاش، موضوع للحوار، أليس كذلك؟ فالمقصود هنا والله تعالى أعلم المرتد المحارب، المرتد المحارب. وما فعله سيدنا أبو بكر سنأتي له بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم، هل لو واحد ارتد سلميا لكن أصبح عنده جماعة اقتنعوا بأقوال بس هو نان فايلنت، بس لك أنا هذا الأمر كذا، يعني الأمر الفلاني ما أعتقد فيه كذا، وأصبح عنده جماعة لكن هو مسلم. ليس للإسلام مصلحة في فتح جبهات مع هؤلاء، لأنه عمي أبو حسام هذا دليل من الناحية المنطقية، دليل ضعفي أنا. إذا أنا هو يواجهني بالفكر، أنا أواجهه بالسيف، هذا دليل أني أنا لا أملك القدرة على مواجهة الحجة بالحجة. بالعكس، أنت إذا فعلت هيك صنعت منه بطل، صنعت منه أسطورة، صنعت منه أيقونة، وبدل ما كان عنده 50 مؤيد رح يصير عنده 50,000 مؤيد. يعني هاي القضية إخواني، الحاكم، قضية إدارية، الحاكم، الخليفة والحكومة لها رؤية في هذا الأمر، مدى الخطورة وعدم الخطورة، وليست فتوى عامة، كل حالة تدرس بحالتها. أحيانا أنا تتذكروا كتاب آيات شيطانية، مين اللي روج للكتاب؟ خطباء المساجد للأسف الشديد، إنه يتكلموا عن الكتاب، يتكلموا عن الكتاب فاشتهر الكتاب. ولكن المنهج النبوي في هذا: أميت الفتنة بعدم ذكرها. فهذا المرتد اللي عنده 15، أنا كحكومة خليه فوق الأرض، خليه فوق الأرض، وأنا شايفه وعارف شو بعمل، أحسن ما أشدد عليه ويهرب تحت الأرض أو أصنع منه بطل، زي ما الآن بتعمل الفضائيات المصرية. عندكم في مصر يا أخ مجدي أشخاص كثر بيتكلموا في موضوع الإسلام والكفر والردة، مين اللي بيشهرهم؟ القنوات الفضائية. فبدل ما كان واحد أو بيعرفوا 10، صاروا بيعرفوا ماذا؟ ملايين. هذا إنسان مسالم ولا إكراه في الدين، اختار لنفسه. هلأ أنا بدي أشغل عليه دعوة وإقناع وإثبات العكس له، وأنا أكون قدوة طيبة له. بالعكس، هذول الناس اعمل علاقة معهم وزيد التواصل واعتبره مشروع، وشوف هل أنت تستطيع يعني أن توصل الفكرة لهؤلاء، أو على الأقل بسمون إذا لم تستطع أن تأتي به لطرفك حيده على الأقل. هذا أنا ما أفهمه من النصوص وما من آيات القرآن ومن فعل الصحابة الكرام. ما إذا ذكرت أنا هذا ولا لا؟ هذا ما ذكرتهاش أنت يا دكتور ماشد الغنوشي. نعم، في أحد المؤتمرات الرابطة سألوه بالتحديد: هل تسمح للشيوعيين إنهم ينشروا فكرهم ويناظروا الناس يعني في ده؟ قال: ما في مشكلة طبعاً. كيف من قال: إذا أنا ما عندي القدرة إني أناظره وأحاججه في اللي بيحكي فيه، العيب فيه أنا مش فيه.
أخي حرية الكلمة مكفولة، هذا قانون نبوي وقانون قرآني. تذكرون الرجل اللي كان شاب، هو كان واقف والنبي صلى الله عليه وسلم بوزع الصدقات، فما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له والله ما عدلت منذ الفجر، أنت من الفجر بتقسم وما عدلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك، من يعدل إلا ما عدل أنا. فسيدنا عمر كان واقف، قال له يا رسول الله، قال له لا 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 ودي. فهمت علي؟ مدام قول لحق له أن يقول ما يشاء، هذا قول. تعبير عن الذات مكفول، قول اللي بدك إياه، فكرك طلعه. إخواني أفضل أن أرى فكر الآخر وأن أسمع به وأن أعرف وأن أحضر نفسي للرد عليه من أن أكون أنا محاربه بالسيف. لأنه تذكرون ماذا فعلت قريش؟ فعلت اللي إحنا نحكي فيه بس معكوس، واجهت الفكر بالقوة السلاح، وهذا دليل الضعف. ما قدروا له، صاروا يحاربوا في الصحابة، يعذبوا في الصحابة، بعدين حاولوا قتله. هل هذا دليل قوة؟ فلماذا تريدني أنا أن أفعل الشيء نفسه مع الآخر؟ يعني هذا أنا لما تقرأ إنه اقتلوه، معناته أنت عم بتمارس ما فعله حكام مكة مع غير المسلمين، وهذا دليل ضعف أرضية. على قريب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جايين لموضوع سيدنا أبو بكر. نعم. هلا كانوا قالوا أوكي نحن ما ندفع الزكاة. لا لا لا، هل حنيجي نحلل الموضوع؟ لما يجي انتظر علي. الحركة الردة في زمن أبي بكر كانت، دخلت فيها يعني. نعم خلينا نتكلم يعني. نعم، حركة الردة في زمن أبي بكر كانت حركة ضد النظام السياسي وليس ضد الدولة يعني. طبعا إنه هم قالوا محمد مات، فما بال أبي بكر؟ يعني كنا ندفع الزكاة للنبي لما كان موجود، الآن يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا الإسلام دين فردي وليس دين جماعي، ما في داعي نعطي زكاتنا لأبو بكر اللي بمثل النظام السياسي، وخلص خليه فردي كل واحد. إذن أرادوا هدم النظام السياسي، يزيلوا النظام السياسي. وكان في أيضا حركة عسكرية، يعني لماذا سيدنا أبو بكر بعث أسامة وشدد على بعث جيش أسامة، مع أن المسلمين كانوا في حالة، يعني وفاة النبي كان له أثر نفسي، إنه ما هذه الدولة اللي مات الرسول وعم بيطلعوا جيوش، وإلا لاستبيحت المدينة. يعني كانت تخطيط احتلال كامل وقتل المسلمين وإنهائهم. يعني عفوا أنا، فهي كانت تفضل. السؤال إنه إحنا نأخذ إنه والله صارت حرب قضية الردة وأبو بكر بعث الجيوش، أنا بتوقع في تفصيل كبير في التاريخ، أنا ما قرأت يعني تفصيل فيه، بس بتوقع إنه كان في مراسيل وكان في يعني كان في كلام. طبعا طبعا بعد ما صار إنه فيش لا طبعا هو أرسل الحوار والنقاش لكن وصلت الأخبار إنه القضية قضية الآن انقلاب على نظام السياسي، ما بدهم نظام، ما بدهم حاكم، لا يعترفوا بخلافة أبي بكر ولا بوجود النظام السياسي. لذلك سيدنا أبو بكر حرك الجيوش، مش لأنهم بس منعوا الزكاة. لو منعوا الزكاة قاعدين يعني. أما واحد قال أنا ما بدي أزكي أموال، طب ما له تطبيق في الحكم الشرعي، يعني في تطبيق حكم شرعي عليه غير الحرب. فلماذا قتلهم سيدنا أبو بكر؟ لأن كان حركة حرابة، وكان في جيوش تتحضر لاحتلال المدينة. لو ما طلعت الجيوش، جاية الجيوش تحتل المدينة بتحريك من الدول المجاورة. يعني كان إذا إحنا لا تغفلوا، طبعا لا تغفلوا أن الدول المجاورة للدولة الإسلامية كانت تترصد وبتعرف الأخبار، وبدها سواء كانت في اليهود أخي أكثر اليهود المدينة والدول المجاورة. فالقضية مختلفة تماما، ليست ردة عادية أنه والله واحد أو حتى مجموعة قالت والله إحنا ما بدنا الإسلام، الله يسهل عليهم. بالعكس أنا أعرف أنك أنت مش معاي، أفضل ما تكون أنت معي ومتخبي وطابور خامس. لكن حركة الردة في زمن أبي بكر كانت حركة ضد النظام السياسي، لأنه الزكاة رمز ماذا؟ الدولة، الفند اللي بيجي للدولة من أجل أن تقوم الدولة. فأنت لما تمنع هذا لا تعترف بخلافة الخليفة، أنت ضد النظام السياسي. وبالتالي أيضا هناك أخبار كانت الاستخبارات أنه في جيوش كانت تتحضر، وبالتالي هذا لا يقاس عليها. والله واحد عنده 15 في حارة ولا 15 في إذاعة ولا 15 في تلفزيون وبتكلم، هذا يعني له وجهة نظر، ناقشوا وحاوروا. نعم، تجارب تخبرنا أخ أبو حسام أنه لا تصنع أنت أبطالا من خلال المواقف العدائية لهم،
ما داموا يتكلموا بالحجة والكلمة واجههم بالحجة والكلمة. انتقل إلى تصرف على أرض الواقع يعامل في وقتها بما يتناسب معه. أما أضع قانون عام كل من يخالفني بدي أقطع راسه، أنا معناته بقول للناس أنا ضعيف، أنا خائف، أنا مرتجف، أنا مش واثق بفكرتي، وبالتالي بتصنع أبطال وبتصنع حركة أنا نعم، وبالتالي أنت تخرج عن إطار الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. هلأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتفاجأ إخواني أنه في المدينة المنورة كان في فئات وأشخاص ومجموعات لم ترى النبي، لم تزر النبي، قرروا ما يشوفوه. يا الله. نعم، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ما قبلوا النبي، هو قرروا بدون ما يشوفوه. إيه في المدينة بدون ما يشوفوه النبي. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن. في المدينة كانت يعني حي صغير. خلاص قرروا بدون مش لها الدعوة للإسلام. ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء، ولا شيء. حرموا أنفسهم من هذا الهدي ومن هذا الخير. وكانوا سماعون، يعني يحطوا بأذان الناس شو يعملوا، اسألوه اعملوا هيك، حرجوا بهذا القضية، كانوا يشتغلوا، لكن ما فعل معهم النبي أي شيء. لماذا؟ لأنه عمل بالكلام وحجج وأدلة، نواجههم بالحجج والأدلة، تركهم. تعرفوا لو قاتلهم كان سجلهم التاريخ، كان سمعنا عرفنا اسمهم إحنا. لا، لو قتلناهم، لو افتعلنا معهم مشاكل لسجلهم التاريخ وصاروا بسموها شهداء الكلمة وشهداء الرأي، وكان صاروا وتصوروا. لكن عدم التحرش بهم وعدم حتى الذهاب إليهم أهملهم، وهذا منهج جميل جدا. الفتنة نائمة، لعن الله موقظها وأميت الفتنة بعدم ذكرها، عدم ذكر الشيء وعدم إشهاره بذوب لوحده. فبدنا نتعلم المنهج أنه بالعكس اهمله بذوب لوحده وما بيكون له أي ذكر، لأنه أحيانا هو هيك بده، هو بده منك أنك أنت تتحرش مشان يشتهر ومشان يلهيك عن أشياء أهم. الذكاء السياسي كيف تتعامل مع الموقف يحتاج إلى عمق في هدوء النفس وهدوء الأعصاب، ودائما كما سميناها فكر بالمآلات، فكر بالمآل. المآلات إخواني هذا باب جميل جدا في الفقه السياسي، لأنه النتائج أهم من المقدمات. فإذا النتائج تكون ضدي المقدمات كلها بغيرها حتى أنا أكسب النتائج تكون لمصلحتي، وهكذا. نعم. نحن الأسئلة عم نسألها مو مشان يعني. أعرف. نأخذها يعني، بس نتعلم منها في التاريخ. مثل الخوارج محاربين، الخوارج وقتلوا. يعني متى أخذ سيدنا علي قرار بحرب الخوارج؟ لما قتلوا ابن خباب ابن الأرد وزوجته بقر بطنها حامل وقتلوا الجنين. لما فعلوا هذا قال وجبت. قبل هيك كان يحاورهم نقاش وحوار، لما مارسوا القتل الآن هذا لابد أن يوقفوا عند حدهم، وطبق عليهم آيات القرآن الكريم. السؤال الآن، ليش ما حاول يوقفهم قبل ما يوصلوا لهذا؟ حاول المحاولات، المحاولات من أول المشكلة السياسية معهم هو يحاورهم وحوار ونقاشات، وكان يبعث لهم الصحابة ويبعث لهم ابن عباس ذهب وابن عمر ذهب. ولما ذهب ابن عباس وابن عمر وحاوروهم ثلثهم رجع، لأنه ذكروا له أنه أنت تسببت في قتل المسلمين. فشو قال لهم ابن عباس؟ إذا قتل رسول الله حمزة، يعني هل تتهمون النبي بقتل حمزة لما ذهب معه في أحد؟ فلما جاوبهم هذا الجواب ثلث الخوارج رجع في شبهة ناقشهم فيها. لكن إلى الآن بيرددوا نفس الشبه. نعم، ما بتغير سبحان الله الإنسان، يعني لأنه كوبي، ما بفكر، ما بيستخدم عقله. متى قال وجبت على الحرب؟ لما قتلوا الرجل وزوجته وبقروا بطنها وقتلوا الجنين وعلقوا رؤوسهم على الرماح. وابن صحابي، ابن صحابي نعم. فلما فعلوا هذا خلاص الآن ما في مجال. ليش؟ أنا قلت لك أخي أبو حسام، الموقف يحدد الحاكم ماذا يستحق وماذا يريد باعتبار المآلات. ما في فتوى واحدة لكل المسائل، لا، سياسة شرعية. يعني موضوع الردة هو موضوع يدخل في السياسة الشرعية والمصلحة والمآلات، وليس رياضيات وواحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني أنا ممكن نعم. عفوا، يعني الدول مثلا في حالة الحرب
السياسة كلها تختلف حتى طبعا. الإعلام يختلف حتى الحريات تختلف ونفس الشيء في بعتقد حتى الملكيات حتى الملكيات تختلف ما بدي أفتي بس يعني الدولة الإسلامية لما تكون في حالة حرب وفي واحد بده يطلع يروج للفتنة يوقف إحكام أكيد تفصيلية بس مش بالقتل يعني مش بالضرورة الوقف يكون بالقتل الحبس قد يصل إلى ذلك يعني مش بالضرورة مش بالضرورة يكون هذا الخيار الأول هذا قصدي هذا خيار أخير يعني بس أحد الخيارات يعني لو كان حرب الردة لو كانوا هؤلاء بيدفعوا الزكاة ويقول إحنا مش مقتنعين فيها بحكمها ما قتلوا ممكن ما صار حرب لا مش مقتنع هذا لك بينك وبين ربك بس أنا مش مقتنع فيها بس هو يعني القانون إذا مشوا القانون تبعوا الدولة وما خرجوا وما انفصلوا هو أيضا أخي دكتور سيدنا أبو بكر أرسل لهم الحوارات وأرسل النقاشات وكان يقول لأمراء الجيش كبروا فإن كبروا خلاص يعني كان في بروسيجرز كان في بروسيجرز مش والله رحنا ولسنا على فكرة كان في ناس بروسيجرز الناس القضية إنه راح حارب أخذ الزكاة لا 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 كانوا انفصالين شقيق خرجوا عن مش بس انفصال يا ريت انفصاله بس انفصال وتحضير للهجوم عليك يعني لو لم تبدأ بهم بدأوا بك هذا كان يقين وكان في فند لهذه الحركة من قبل الدول المجاورة يعني ما بدنا نتخيل إخواني إنه إحنا كنا في عالم لحالنا وفيش دول أخرى حوالينا وفيش أجهزة استخبارات ومخابرات والدول لها مصالح أبدا لا العالم كان بلا 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 ولم تتوقف حتى بعد حروب الردة من فجر التاريخ الدول طبعا لا شك كله بأدواته بوقته أدواته يعني دولة الفرس ما توقفت عن التحطيم والضرب من الداخل لما أرسلت الأشخاص دخلوا الإسلام وصاروا من أبناء الإسلام وكانوا على ديانة الفرس وخربوا بشر يعني عندهم التفكير هذا في هذاك الوقت يس 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 إبداع إبداع يعني إبداع سلبي نعم 400 سنة وأدوات بدائية ودخلوا كذا يس ليش الله سجل هذا في القرآن يا لما قال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون اليهود عملوها في المدينة راحوا أسلموا الصبح وبعد العصر كفروا خطة كانت خطة اللي فضحهم القرآن طبعا وبالتالي أنت بدك تفترض أن الآخر أيضا يخطط ويعمل من أجل مصالحه وأنت لا تعمل من أجل مصالحك فأنت بدك تضع في مخك أنه كما أنت تعمل أهل الباطل يعملون لا مش كما يعمل والله هم أكثر جلد وشو وبالتالي هذه الحركة الردة اللي صارت حركة مخطط لها لأنه شو يعني كله مع بعض في نفس الوقت يقول المقولة ذاتها والفعل ذاته شو معناته؟ هذا الدليل شو معناته؟ ودير بالك لا في فيسبوك كان ولا في اتصالات معناته كان في مراسيل. سفر ومراسيل وتجميع وكان في فت فلوس حتى الناس تستطيع صارت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طبعا بس هي تكون حصلت يعني بين ليلة ويوم فبالتالي انت بدك تكون حكيم في التعامل مع هاي القضايا وتتعامل مع الوقت بما يستحق استحق حرب من استحق نقاش وحوار وفر عليك الجهد نعمل حوار نقاش استحق اني احط هذا في الحبس احتياطي احترازيا بضعه فانت كحاكم كمجلس حكم يسمون في السياسة الشرعية انه ترى ما يحتاج الموقف الان قد ما يحتاج الموقف الان يختلف عما يحتاجه بعد اسبوع وهكذا طيب الاستتابة ذكر العلماء أن من ارتد يستتاب إيش يعني يستتاب؟ يناقش ويحاور ويمهل المهلة إما أنك بترجع وإما أن تختار إن بقيت عندنا تقتل إن أردت أن تخرج كان يسمح لهم بالخروج يعني بدك تكون مش مسلم بدك تطلع من الدولة تروح تبتعد ما كان يقتلوا بقيت عندنا بدك يطبق عليك حكم القتل فالمكتوب في الكتب أنه كانوا يستتيبوا فإذا ما رجع يقتل أنا شخصياً لو أنا حاكم بفضل أعرف مين معي ومين مش معي أحسن ما أكون مغمغم ومش عارف راسي من رجلي فأحياناً أنا كصاحب سياسات أو راسم سياسات بهمني أعرف الواقع الحقيقي أحسن من الواقع المزيف هلأ أنتوا في مصر لو كنتوا تعرفوا أنه 20% من النخب هي اللي إلها الوزن في البلد ما بنزل انتخابات على 80% معاي لكن ليست نخب ولا إلها وزن وهي وقلتها واحد فعليا ما كان في وعي
إنه وين مصادر القوة في الجانب السياسي؟ أنا أشتغل على مين؟ لكن شوف في تركيا مثلا، إذا سمحتوا لي أدخل في هذا الجانب الجزئي، الحركة الإسلامية أو الأربكان لما اشتغل على قوة الاقتصاد. يعني أنت كيف تصبح قوي إن لم يكن معك الاقتصاد؟ لأن الاقتصاد بيصنع لك مين؟ بيصنع لك علاقات، بيصنع لك مش بس علاقات، حتى مصالح متبادلة، بيصنع لك ولاءات، بيصنع لك الإعلام. فإحنا للأسف الشديد هذه قراءة الواقع الصواب تؤدي إلى بناء سياسات أقرب إلى الصواب، لكن أقرأ الواقع غلط تؤدي إلى سياسات غلط، وبالتالي للأسف الشديد هي كلها على حسب إيش المعلومة اللي عندك تبني عليها سياسة. إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ألم يستغل ابن سلول في المدينة وتركه وعارف أنه عميل، كيف استغله؟ استغلوا انه صار يوصل له، ما بيعرف انه بوصل معلومات، فكان يرسل اخبار لقريش ولليهود من خلال عبد الله بن سلول زي ما انا بدي. يعني لعب اوف كورس كان تسريب معلومات غلط، عم بعرف انا بوصل، ليش اقضي عليه؟ استغله لاخر يوم كان مستغل. يس لانه ابن سلول كان حركة الوصل ما بين قريش وبين احبار اليهود، كان عن طريق حاكم المدينة، هو حاكم المدينة كان قبل الهجرة، يعني وبالتالي له وزن سياسي. فشو نقتله ولا نخليه؟ لا خليه، بدام هيو بيقول أنا مسلم، هو بيقول أنا مسلم. طب ليش أصر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه؟ لأنه قال خيرني ربي. لما خير ربنا في الآية قال اخترت أن أصلي عليه، فصلى عليه. أنا شخصيا والله أعلم، يعني رأفة بولده، رأفة بابنه عبد الله، أيوة. رفعا من شأن ابنه عبد الله، تكريما لعبد الله، فهمت علي؟ ولأنه ابن سلول كان يظهر الإسلام. نعم تفضل. كان ابنه حتى قال طلب من الرسول إذا بدهم يقتلون هو اللي. نعم هذا سجلت السيرة. نعم أحسنت. لذلك في هاي القضايا إخواني شوفوا، هاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أنه منافق ومع ذلك خلاه واستغله. فأنا كمان هلا في الدول بتستغل أشخاص وبتصنع أشخاص. المنافق أسوأ من الكافر، أسوأ. صلى بيعرفه صلى عليه. أن تقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، دون أن تحدد أسماء، يعني خليها عامة. وهذا منهج سورة آل عمران، منهج آل عمران. وإن منهم لفريقا، وقال الطائفة، وإن منهم ليقولون ليسوا سواء. طب ما كان ربنا بيقدر يقول النصارى كفار، هل قالها؟ ما قالش. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طب مين اللي بيقولوا هيك؟ ما قالش النصارى كفار. ألم نفكر لماذا النص القرآني لم يعمم ولكنه وصفهم بالكفر دون أن يكون بشكل مباشر؟ أليس هذا حكمة سياسية؟ أليس هذا ذكاء سياسي؟ سيدنا النبي لما قال عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، من سيدخل دار أبو سفيان؟ إذا كان بيتي وبيته النتيجة واحدة، وين بروح؟ على بيتي. لكن أعطاه كريدت وما دخل أحد دار أبي سفيان كما جاء في السير، ولو أحد دخل دار أبو سفيان، لكن أبو سفيان إيش؟ أخذ هنا إيش؟ هاي أعطاني شيء ذكاء. فالنص القرآني كان بإمكانه يقول النصارى كفار، لا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة. ذكر القول ولم يذكر القائل. أولا لأنه في من النصارى ما بيعترفوا بهذا الكلام، ثانيا هيك أنت سياسيا ما بتصنع أعداء لك. أنا ما بقول إنك كافر، بقول اللي بقول هيك كافر، أنت بتقول أنت حر. لذلك أنا في الدعوة، في الخطابات، في الكلام مع المجتمع المحلي، لا تقولوا هذا الكلام والله إنه هذا كافر. قل من يقول كذا فهو كافر، من يفعل كذا فهو كافر. فبسموه هذا إيش؟ غير مباشر، طريق غير مباشر، لأنه برضو المشاعر، احترام مشاعر الآخر مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هل قتل مرتد غير محارب في زمنه؟ واحد ارتد وكان معه موجود يقولوا أسألك سؤال الله. جاوبني. ما ورد، ما سمعنا. صار في حالات واحد ارتد ويقول له أقل من بيعتي يا رسول الله، وقال ما في. قالوا لا أقيل كذاك، ترك. ما قتل إنسان، ما قتل إنسان، بالعكس.
وهي عبد الله بن سلول يعني منافق كبير المنافقين، كان موجود ويروح عليه ويزوره وصلى عليه لما توفى ما قتله، أليس كذلك؟ بالعكس هذا منهج ذكي جدا، خليه وخليني أراقبه وأعرف شو بيعمل وأستغله أستثمره إما بالدعوة وإما في مكاسب سياسية. ظاهر هذه سنة الحياة، يعني لن تجد ولن تجد المجتمع كله يقبل فيك، مصير كله 100% مسلمين ومصلين وموحدين. يعني أحسنت برضو، هذه ممتاز، نقطة ممتازة. حتلحق على مين ولا على مين؟ حتفتح جبهات مع مين؟ هذا ابتلاء. حتفتح جبهة مع مين؟ بعدين بكرة أنت لما تقتل واحد من دار مثلا عائلة الفلانية، طب ما أنت ممكن تستعدي عائلته كلها عليك. هلأ الناس مش كلها صحابة، صح ولا؟ هلأ تعال أنت في بلدكم في فلسطين، أنت من أي بلد؟ من نابلس؟ من الخضر. إيش البلد الكبيرة اللي عندكم؟ بيت لحم. روح اقتل واحد من مثلا، والله هذا مرتد، من بيت لحم اقتله، شو بصير في أهل بيت لحم؟ بتقوم الدنيا عليك. يعني أنت حتى في الجانب السياسي لن تستقر لك الأوضاع، فهمت علي؟ لن تستقر، والله شو ارتد، شو لك علاقة؟ حرية شخصية. فأنت كمان لا تملك أخي أنك تفتح جبهات مع المجتمع الداخلي فضلا عن المجتمع الخارجي. هذول ما أنا بحكي عن الحكومة، أنا بحكي عن الحكومة. هي الحكومة تسلا؟ هلا أنت يعني بدل عبد الله جلال صاروا 20 سنة مسجون ما قتلوا، ما فيش إعدام في تركيا. بس أنا بعتقد لو في إعدام ما راح يعدموه. عندك 20 مليون تركي، طب وش خليهم السجن؟ فأنت فكر حتى هذا في العشائر. هلا لما قتل سيدنا عثمان، ليش الفتنة قامت وقيمتها؟ إنه صارت قضية الدم، هذا من بني أمية، فهمت علي؟ والأمويين كلهم توحدوا ضد الآخرين. فموضوع الدماء، إيه موضوع الدماء خطير أخي. فإذا أنا بدي أستبيح دم فلان ودم فلان ودم فلان، لن تقوم لك. هاي قضية القصاص، هاي قضية جميلة كثير في الإسلام. شو إلا أن يعفو صاحب الدم؟ طبعاً. لذا قضية العفو هاي يعني بتريحك من قضية الثارات. هذا سيثير قلاقل في الدولة الإسلامية. لن تستقيم الأمور للحاكم إذا بده يطبق هذا الحكم على كل واحد ارتأى إنه ما بده العقيدة الإسلامية وعايش في الدولة أروح أقتله. معناته أنا الآن لو طبقها نص الدول العربية بدأت منقتل. فلا تستقيم لك الأمور، لا تستقيم لك الأمور. نعم. أحكام المرتد، ونختم إن شاء الله. العلاقة الزوجية، قالوا إنه المرتد يفقد زوجته، يعني واحد ارتأى أن يكفر عطول زوجته تطلق منه. الميراث لا يرث، المرتد لا يرث لأنه اختلاف الدين يؤدي إلى منع التوارث. فقد أهليته القانونية في الولاية على غيره، يعني لا بيزوج بنت ولا بيشهد على عقود، لكن لا يفقد أهلية التملك، يبقى مالك لبيته وسيارته وأمواله في البنك، وهي له حرية التصرف فيها. هذا ما ذكره العلماء في موضوع الأحكام الردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من دعواتكم. أمو الأمة فيك يظهر عدلك طيب ريح عنبر، فبفاتوكم كنا نظهر جنان، فبعهده نفخر. فأي عزم أي مضاي، وأي طهر أي نقاء، وأي حب أي وفاء.